وانا يعني انا لما سالت الكابتن عادل اللياقه البدنيه، ارفع اللياقه البدنيه بس بحرفيه، مش ترفع اللياقه البدنيه وخلاص والسلام. اللياقه البدنيه واللاعب ما يبقاش عنده اجهاد، وعملت التدوير المناسب في اوقات معينه في الموسم، فاللعيب وصل واحنا في نهايه شهر خمسة، في النص الثاني لشهر خمسة، وفي قمه ادائه البدني، وبالتالي اي فكره فنيه عايز يأديها هيأديها على احسن ما يكون، لان هم لعيبه كبار فاوريدي عندهم الافكار الفنيه عاليه جدا، لعيبه كبار ولعيبه منتخبات ولعيبه النادي الاهلي يعني. فلما يبقى واقف على رجليه بدنيا، وده اللي عمله الحقيقه مارسيل كولر في المساله دي، الحقيقه مميز فيها الاهلي جدا. انا معايا على الهاتف كابتن احمد ابو مسلم، نجم النادي الاهلي ايضا ومنتخب مصر الاسبق، واحد اتنين قالوا لي الاهلي هيلعب الوداد وان الوداد هيكسب سان داونز، احمد ابو مسلم وسيد معوض، وكل الناس تقاوح، وابو مسلم قال لي كده وسيد معوض قاوح معايا جدا برضو كده في الموضوع ده. كابتن احمد ابو مسلم مساء الفل. مساء الخير يا استاذ محمد، ازي صحتك؟ انا هسيبك بره، انا عايز اخد الرهان بتاعي، انا كسبان. انت الرهان بتاعنا ما كانش على ان الوداد وسان داونز. لا انا كان، لا احنا كنا بقول لك يا ابو مسلم انت كسبت، بتكلم على الوداد. انا كنت بتكلم على الوداد، مصر كلها بتتكلم على سان داونز وانا كنت بتكلم معاك على الوداد. طب لحظه واحده بس، بقول لك يا ابو مسلم انا هرجع للحلقه، ده رهان مش سهل. طيب ده عزومه عشاء وهيجي فيها شريف عبد الفضيل ورشا فيها سيد معوض واحمد عيد. انا بتكلم على خد بالك وانا بتكلم رشا ومعايا فيها، فاحنا وعبد الجليل وهتلاقي الخضري وبليغ وكل اللي معايا في البرنامج، فهتلاقي العزومه دي بقت 10 تنفار. انا معايا الصوره، معايا الصوره من عندك، تصريح من عندك بتاعك. لا ما هو ماشي، ما انا مش انا معترف بالنت بالتوقع، بس الران كان على النتيجه 2-0 ولا 3-0. لا يا قلا شفت، هي طلعت 1-0. يبقى الحمد، يبقى احنا كده الران مش كان على النتيجه مش على ولا ايه؟ ايوه انا بس انت كنت مران على تندور. لا والله. لا ولا انت توقعك سليم وفعلا صعد الوداد، كنت باني ده على ايه؟ يعني ليه قلت الوداد؟ طبعا انت، لا طبعا هو لما بترشح فرقه اكيد عندك اسبابك او عندك ليه بقى؟ يعني ايه رهانك، كان ايه رهانك على اولا الوداد؟ اولا يعني انا بتكلم الوداد فرقه دفاعيه قويه جدا. يعني انت فرقه بتدافع بشكل منظم جدا، منظمين. بس سان داونز كان افضل في الماتش. هم منظمين حتى في ملعبهم، هم ما عندهمش اللي يخلص، بس هم فرقه منظمه بشكل مميز جدا. هم كمان محمد اخر نسخه هم عندهم الخبرات، الوداد فرقه كبيره. بص كسب اللقب السنه اللي فاتت يعني. ايوه كسب اللقب. تاني حاجه كان الفتره اللي فاتت دي كلها انت بص على وريد الركراجي، هو عمل لهم شغل وسيستم، عشان كده حتى الكره المغربيه او المنتخب المغربي ظهر الفتره دي على الساحه حتى في كاس العالم، شفت عامل ازاي. تمام. والانديه المغربيه كلها مميزه جدا، لو جيت تقيس الكره الجنوب افريقيا والكره بتاعت المغرب، لا المغرب متقدمه بشكل كبير. تمام. فعشان كده انا حطيت الاسباب على اسباب دي، اللي هي الفرقه منظمه، مش سهل اللي هي تخسر. الحاجه الثالثه كمان الخبرات اللي عند الوداد كبيره، يعني الوداد مش فرقه اللي هي سهله، عندها في النهايات صعوبه تكسبها، يعني في النهايات بتبقى صعبه شويه. غير جنوب افريقيا، انت بتتكلم على سان داونز كل مره الاداره التمهيديه او الادوار اللي هي الاولانيه، يعني لحد دلوقتي الفرقه الوحيده اللي ما اتغلبتش ولا ماتش الا ماتش بتاع امبارح. تمام. بتاع اول امبارح اللي هو مع فرقه الوداد. فهم خبرتهم لما يكون عندهم تحت ضغط بشكل كبير جدا بيتاثروا، ما بيقدروش. يعني حتى هو كل سنه لا اما سنه واحده خدوها وبعد كده كل الفاينل ما بيلعبوا عليه بيخسروا. فسان داونز هي دي الفرقه كده اللي عندهم حته الضغط النفسي، عندهم فيه مشاكل. حتى الخبرات عندهم اللي تثبت لك يا استاذ محمد، الخبرات عندهم قليله، هم كسبانين 2-1. يعني على الاقل في اخر 5 دقائق او 7 دقائق بتموت اللعب، الجون بيقع، بتعطل اللعب شويه، بتعمل تغييرات. لا مفيش من كلام من ده خالص. شفتهم حتى الفرقه الثانيه كانت عماله تهاجم، يعني عماله فاتحه الملعب بشكل كبير الوداد عشان عايزه تجيب الجون الثاني. كنت تمتص ده، خد بالك هم حتى الجون الوداد التعادل جه بعد كام دقيقه بس من الجون الثاني بتاع سان داونز. انا فاهم، انا حتى لو انت كلمت في دقيقتين ثلاثه فرق، على الاقل انا اقدر اموت اللعب، ممكن يكون يعني تمتص الاندفاع اللي هيبقى على الوداد بس اكيد. بس كده. وثاني حاجه انا خلاص الماتش خلاص فاضل له 5 دقايق بس. خد بالك عارف مين غلط نفس الغلطه دي؟ الاهلي مع سان داونز هنا لو تفتكر. الاهلي كان فاكر 2-2، الاهلي جاب جول 2-1، سان داونز اتعادل بعد دقيقتين. ايوه وقلنا نفس اللي انت بتقوله ده ساعتها، كان لازم تمتص وتستنى وتقف على الكوره. الادوار، ما انا بقول لحضرتك الادوار النهائيه دي ليها خبره، وعندهم ثبات انفعالي بشكل كبير. الوداد فرقه عندها ثبات انفعالي بشكل كبير، يعني فرقه بتلعب لحد اخر دقيقه منظمين. مظبوط. والجون عندهم امبارح عامل ماتش عالي جدا بصراحه. طبعا انت شفت مثلا السيرد باك بيلعب راس حربه، لا هم منظمين نفس الشكل. والواد اللي اتصاب ده الكونغولي السيرد باك بتاعهم ده الحقيقه كان مميز جدا امبارح. طبعا هي فرقه مميزه، هي فرقه واحد لعيب واحد، يعني مش عندهم 2 3 هم اللي يعتمدوا عليهم، لا هي فرقه جماعيه.
واللي زرع فيهم كده وليد الراجل هو عمل الثمره دي او هو اللي عمل القوام الاساسي بس بس دي. بس يعني غيروا جريده في الفتره الاخيره دي وبالعكس ما تاثروش يعني قدروا يتخطوا منافس قوي جدا زي سان داونز. يا استاذ محمد جريده مع احترام الجريده جريده مدرب انا شفته في النادي الاهلي وكان موجود مدرب تمرينات مميز جدا يعني التمرينات بس أنا يعمل تمارين مميز جدا في التمارين بس في اداره الماتش مش كوتش انا بتكلم على التوقيت يعني ما بين دور الثمانيه ودور سيمي فاينل انت غيرت مدير فني ما ده تثبت ده اللي يثبت لك اللي هي فرقه كبيره ما تاثرش يعني الفرقه الكبيره اللي ما تاثرش المشكله كانت عنده ده التغيير كان ايجابي ايوه طبعا هو المشكله عنده الفنيه عنده كانت مش قد كده هو راجل مش عارف يتعامل او الشق اللي بيشتغل عليه فني صعب شويه مش عارف يتعامل معاهم بشكل كويس ودليل على كده اللي جريده راح كذا نادي وفشل يعني جريده راح كذا فرقه ومشي. طب كابتن احمد يعني كونك تتوقع الوداد يتاهل وعندك اسبابك يبقى انت شايف ان الوداد عنده صفات اقوى من صفات معينه عند سان داونز طبعا هو البطل فعنده قدرات طبعاً. انه يتاهل طبعاً. معنى كده انه إن, ان ان انت الاهلي جاله منافس اقوى كمان من سان داونز اللي كل الناس كانت بتعتبره زي الفزاعه يعني فطبعا الفزاعه دي اتبنت على النتيجه بتاعت الاهلي مع سان داونز هناك والخمسه والكلام ده لكن دلوقتي انت شايف ان لقاء الاهلي مع الوداد بقى اصعب جدا انا شايف اللقاء هيبقى صعب جدا وكمان لقاء العوده هناك في المغرب هيبقى صعب جدا فانا لازم النادي الاهلي يخلص من هنا يعني ما تعملش يعني بقول اتنين على الاقل طبعا لازم تكسب اتنين وده اللي خلي بالك يا استاذ محمد اللي فرق مع النادي الاهلي في ماتش الرجاء هنا الترجي كمان الترجي لما خلصت انت من هنا الموضوع خلص الرجاء تقصد الترجي هناك ثلاثة كسبناهم انت قصدك الرجاء هنا 2-0 ايوه الرجاء هنا 2-0 لما خلصت ورحت هناك المغرب ما فيش اي مشكلة فانت لازم من اول تخلص الشوط الاولاني هنا في مصر عشان الاحداث هناك هيبقى عندهم ضغط جماهيري قوي جدا وانت شفت النسخه احنا بنتكلم على الماتش الاخير اللي هو كان ماتش واحد وفاينل اللي هو الفاينل كان ماتش واحد دي مباراه لها ظروفها باحداثها يعني دي مباراه يعني ما يعني كان فيها لاعبين كتيره يعني انت من هنا ان شاء الله ماتش عندك فرصه عندك لقاءين عندك الشوط الاولاني في القاهره ان شاء الله تقدر تخلص نتيجه كويسه عشان تروح هناك تبقى حتى لو في اي حاجه اي عوامل خارجيه انت برضك على ارض الواقع انت ثابت يعني انت كسبان وان شاء الله نتيجه كويسه محدش يقدر يتاثر بالنتيجه المختلفه بالذات ان انت عندك فرقه منظمه الوداد فرقه منظمه جدا هتلاقي هنا قافله لك الملعب بشكل كبير. طب كابتن احمد يعني الوقت الاهلي كله مميز الحقيقه واداؤه اداء جماعي وفي انسجام وتجانس بين اللعيبه مين انت شفته في يعني ماتشين الترجي بتعتبره هو يعني اللعيب المميز جدا 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 وسط المميزين دول يعني شايف ان هو بقى فارق جدا. لا انت عندك يا استاذ محمد لو جينا نتكلم من اول خالص هو مارسيلو كولر عمل بصمه في النادي الاهلي عمل اختلاف في النادي الاهلي وغير كده هو خد خبرات من الماتشات الافريقيه دي بقى مختلف يلعب سان داونز غير الرجاء غير الترجي غير الوداد يعني بقى عنده ثقافه مختلفه بيلعب الماتش ازاي يعني الاول كان بيلعب مثلا سان داونز جيم مفتوح دلوقتي بقى عنده من الخبرات بقت الدنيا مختلفه بيقدر يقفل الملعب امتى حتى ماتش اللي هناك اللي هو بتاع الترجي بقى يقف بعد نص الملعب يبتدي يهاجم عليهم فالراجل عنده خبرات بتتكلم هو وصل للمرحله اللعيبه اللي في التوب فورم اعلى حاجه احنا بنتكلم لو جينا بنتكلم على الشناوي واحد الشناوي من اعلى الفترات الموجوده الفتره دي يعني بعد الفتره اللي فاتت اللي كان فيها مثلا هبوط شويه في المستوى بتاعه النادي الاهلي الشناوي شايل الاهلي هناك في ماتش الرجاء بنزيه كويس والماتشات الاخيره هو مميز فيها بتتكلم مثلا على محمد عبد المنعم احسن مدافع في مصر دلوقتي انت بتتكلم على محمد عبد المنعم محمد هاني اللي احنا بقالنا فترات كنا بنشوف الناس كلها كانت بتتكلم على محمد هاني اللي هو ما بيستغلش فرصه بشكل مميز النهارده شوف محمد هاني عامل ازاي تتكلم على ياسر برضك حاجه مختلفه ياسر دلوقتي مع كولر غير قبل كده بتتكلم على متولي نفس الكلام انا شايف النادي الاهلي الفرقه كلها مميزه بس في طبعا زي ما انت بتتكلم على ثلاثه اربعه اللي هم المميزين جدا انا شايف بريستاو مختلف تماما يعني واحد تاني اتبدل مع كولر يعني حاجه تانيه مختلفه بتتكلم على عبد المنعم حاجه مختلفه حسين الشحات ومروان عطيه صراحه يعني كل خط فيه واحد مختلف بيرستاو محمد عبد بيرستاو طبعا وحسين الشحات ومروان عطيه ومحمد عبد المنعم ومحمد عبد المنعم دول مختلفين دول وصلوا يعني مستواهم بقى وصل للتوب فورم مع الراجل عموما كابتن احمد ابو مسلم انا بهنيك على الـ 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 التوقع بتاعك والحق يقال يعني كانت كل الناس شايفه سان داونز وبشكرك شكرا جزيلا نجمنا الكابتن احمد ابو مسلم.